أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكالعادة البداية بفقرة المقاطع المتداولة. وفي البداية، بعد تغريدة مقتدى الصدر التي وصف بها أصحاب شعار نريد وطن بالناكرين للوطن، رد عليه المتظاهرون في بغداد وباقي المحافظات على هذه التغريدة، مؤكدين على استمرارهم برفع هذا الشعار نريد وطن، لأنه يمثل أهم أهداف ثورة تشرين، وهو وطن خال من الأحزاب والميليشيات. تظاهروا بغداد طبعا يردون على مقتدى الصدر وباقي قادة الميليشيات بهتاف سيد مقتدى فيل. نتابع. قبل الذهاب إلى الموضوع الآخر، نقرأ وإياكم أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. محمد الغريم يكتب: نريد وطن ما بيا مقتدى ولا هادي ولا أي عميد، نريد وطن خالي من ميليشيات القتل والفساد، نريد وطن العدالة والمساواة والحب والمواطنة. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبها محمد تروي، يقول: كلمة الإصلاح التي يرددها مقتدى لا خير فيها، فهي كلمة يستغلها لمنافع شخصية ودنيوية ومن أجل غايات وتسقيط الخصوم السياسيين. مقتدى اشترك بجميع الحكومات، كذلك الحكومة الحالية، ولم نرى تغيرا لا منه ولا من أتباعه. أما أحمد الوشاح يكتب: سيسجل التاريخ أننا أعطينا خيرة شبابنا قرابين لهذا الوطن، وسيسجل أن مقتدى وأتباعه أصبحوا خنجرا في خاصرة الثورة ليحموا الفاسدين. نريد وطن خالي من ميليشياتكم القذرة وحكمكم الفاسد وسطوتكم اللعينة. أما مروان فكتب: هذا الكائن الزئبقي ينكر على العراقيين مطالبتهم باسترداد وطنهم وثرواتهم من الفاسدين والقتلة الذين عاثوا بالأرض فسادا وقتلا. مقتدى الذي قتل وغيب آلاف من العراقيين بين عامي 2006 و2007 وسرق مليارات الدولارات من المال العام. هذا ما يقوله الشباب العراقي على منصة التويتر. الآن إلى استمرار خريجي الجامعات في العراق بالاعتصامات تحديدا في منطقة العلاوي وسط بغداد للمطالبة بحقهم في التعيين، رافضين التجاهل الحكومي لمطلبهم ومطالبين الكاظمي بالنزول إليهم والسماع لمطالبهم. وعلى ضوء استمرار الحكومة بتجاهل مطالب الخريجين، أطلق ناشطون في العراق على موقع تويتر واسم انزل لمعتصمي العلاوي الكاظمي، يطالبون بالكاظمي بالالتفات لمطالبهم. نتابع. هذا الجانب من الاعتصامات في منطقة العلاوي وسط بغداد لا يزال متواصلا، ومنه صدى على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ عليكم أبرز ما كتبه الشباب العراقي تعقيبا على الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. هيوا يكتب: عارف، نحن معتصمو العلاوي حملت الشهادات الجامعية والمعاهد كافة، نطالب بحقوقنا التي كفلها الدستور العراقي، وهي تكافؤ الفرص، حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة أو تكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. انزل لمعتصمي العلاوي يا الكاظمي. إلى
تغريدة جديدة من محمد يقول فيها: نحن لم نطلب كثيرا في بلدنا، أردنا فقط حقنا الذي دونت فيه قوانين ولم تنفذ على أرض الواقع، كفى تهميش. إلى التغريدة الثالثة وهي لأصالة التي تكتب: والله تعبنا من هالبلد، وينكم وين غيرتكم؟ شبابنا وبناتنا بالمطر والحر، حسبي الله ونعم الوكيل يا ظلام، انزل وشوف شعبك، نريد حقنا، مدى نطلب منك إلا حقنا. انزل لمعتصمي العلاوي سورة تكتب أيضا: ليس هناك قوة على الأرض تمنعنا من تحقيق مبتغانا واسترداد حق مسلوب منذ سنين. انزل لمعتصمي العلاوي يا الكاظمي. هذا هو نداء الشباب العراقي من حملة الشهادات العليا على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي. الآن إلى موضوع جديد قديم أيضا تكرر كثيرا في ظل التقاعس الأمني وفي ظل الفوضى المنتشرة على امتداد المحافظات العراقية جميعها: اعتداء على الكوادر الصحية من قبل 9 أشخاص في ردها الطوارئ مستشفى الفيحاء التعليمي بمحافظة البصرة. ليس هذا فقط، بل دمروا الأجهزة الطبية داخل الردها وأسرات المرضى أمام أنظار القوات الأمنية التي لم تحرك أي ساكن. نتابع. إلى شيء من رجع الصدى وردود الأفعال التي أدلى بها شباب ونشطاء عراقيون، كيف تلقوا هذا المقطع الذي شاهدتموه؟ نبدأ بكرار الذي كتب: شنو الجديد؟ يعني الحالة تتكرر بسبب تهاون الدولة بحماية الكوادر الطبية. بعد كرار سامي يقول: المسؤولين على حماية المستشفى لا دخل لهم بالحادث، أين الأمن بالعراق؟ نحن بدولة الغاب، لا أمن ولا أمان. إلى حسن الذي كتب: لعاد الشرطة شنو واجبهم؟ فقط من يجي مسؤول يفتح طريق صير على صفحة؟ عجيب. إلى ميثم الذي كتب: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الأسف خرب كل شيء بالعراق والله. إذن حالة من الغضب، حالة من الانزعاج بسبب التقصير الأمني، بل بسبب التواطؤ ربما الأمني أحيانا وصمت القوات الحكومية عن مثل هذه الأفعال التي لا تشين للعراق والعراقيين فحسب، بل تعكس صورة سيئة للواقع العربي حينما يجد العرب المنتشرون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه الفيديوهات ومثل هذا الواقع في العراق، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة لا علاقة لها بالميليشيات، لا تقوى على الميليشيات، وأن كل من هب ودب وكل من كان مسنودا من حزب أو من ميليشيا يمكنه أن يفعل كل ما يحلو له مع الأسف. الآن إلى حال قضاء الزبير في البصرة، فقط بعد نصف ساعة من هطول الأمطار. البصرة التي تعد أغنى مدن العراق والتي تطفو كما يقول أهلها وكثيرون، تطفو على بحر من النفط. نتابع ونعود. رسالة إلى المجلس الخدمي الوزاري وإلى محافظ البصرة السيد أسعد العيدان المحترم. قضاء الزبير هذه شوارع المرحلة الأولى اللي مطرت عندنا يمكن نص ساعة أو أقل من نص ساعة، وهذه شوارعنا صارت هالشكل. إحنا ناشدنا مرارا وتكرارا: يا سيادة المحافظ، يا مجلس الخدمي، راح يجينا الشتاء، والحمد لله والشكر شو أنتوا كلكم جدكم تقولون ماكو فلوس، والحمد لله أكو شركة أنت نفسك يا سيادة المحافظ حلت عليها المشروع، هاي الشركة قالت لك أنا ما أحتاج فلوس، سنة 21 ما أحتاج فلوس. لحد الآن حضرتك أنت ما أعرف السبب بيك المجلس الخدمي، إحنا كمواطنين نعتبر هذا التأخير متعمد صراحة. بعد هذا المقطع وهذه المناشدة، من المؤكد أنه لن يسمع صوت الشعب
إلى الشعب نفسه فقط، أما المسؤولون فالعلاقة لهم أو ربما كانوا مشغولين بما هو أهم من مصالح البلاد والعباد. قراءة في أبرز التعليقات وكيف تعاطى الشارع العراقي في فيسبوك مع هذا الفيديو. كرار يكتب: ومن تطلع تتظاهر تصير عميل وصاحب أجندات خارجية، والله يلا لنا الله. عباس يكتب: لا مجاري لا بنى تحتية، وضع مأساوي جدا في الزبير. الآن إلى أبو حسن الذي كتب: هذه السوالف أصبحت من الماضي المجيد، وأما الآن إذا تنتقد عمل شخص بالحكومة سوف تصبح إما بعثي أو جوكري وتريد تخريب منجزات الحكومات العظيمة. إلى آخر تعليق معنا وهو لمحمد يقول فيه: البركة بحكومتنا، الله ينتقم منهم. إذن هذه هي حالة أو مختصر لحالة من السخط، ليس من مواطني قضاء الزبير في البصرة، وإنما من مختلف العراقيين الذين يرون مثل هذه الصور التي تسيء لواقعهم والتي تعكس للأسف رداءة الحالة البيئية، وبطبيعة الحال تعكس فشل الحكومة بمختلف وزاراتها، أو ربما تعمد الحكومة بعدم النظر بعين المسؤولية إلى ما ينبغي عليها أن تقوم به تجاه المواطنين. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وهي فقرة أنت ترى. طبعا في هذه الفقرة سنناقش هذا الموضوع الذي ورد إلينا من أحد زملاء الرافدين من عموم المواطنين العراقيين. شكى مواطنون في محافظة بابل من ركود غير مسبوق في أعمالهم، مؤكدين أن السبب الرئيس في ركود الأسواق هو عدم الانتظام بتوزيع الرواتب، إضافة إلى ضعف الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي التي ساهمت وبشكل كبير في ركود الأسواق، والضحية هو المواطن الفقير. نتابع. من نطل العالم؟ من نطيم؟ اليوم 11، يوم 9 بالشهر 9/11، هذاك الشهر يوم 15. زين العالم كلها تفركذه، والنبطه صارت على البطاقه الوطنيه، الله وكيلك كل شيء ما افتهمنا. هذا احنا سنه محل طلبني تقريبا ب 16 مليون، زين ها، وثلاث ارباعها كلها ديون، و90% موظفين. زين هذا اذا ما اخذ راتب منين يطي؟ زين انا منين اسدد؟ ابو المخزن مو يريد من عندي، السوق مو يريد من عندي، انا مطلوب سلف وصرف للمصرف مو لازم اسددها، منين اودي الفلوس انا؟ رواتب ماكو، رواتب ماكو. يعني هسه صار كم صار يمكن الشهر الثاني يظل 45 يوم 40 يوم يلا يعطون رواتب، مال تقاعدون ومال الجيش والشرطه وغيرهم، يعني هذا السبب. فلوس ماكو، ادري فلوس وين يودوها ما ادري، مو هاي ملايين، مو هاي ميزانيه موجوده، وين يودوها ما ندري. وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين فقرة هاشتاج، حيث أطلق الناشطون وسما يحمل عنوان الحرية لمختطفي تشرين، وذلك بسبب استمرار سياسات تغييب واختطاف واعتقال الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي اخترناها لكم وذيلت بهذا الهاشتاج. الحرية لمختطفي تشرين، داليا تكتب أو دالي: من أجل العراق ومن أجلكم طلعوا يتظاهرون، تاليها: لا حصلوا وطن ولا حصلوا حريتهم، لا تنسون إخوتكم المختطفين، هم بحاجة لصوتنا ووقفتنا وياهم. الآن
إلى نرجس التي كتبت: عشرات الشباب أو كتب عشرات الشباب المخطوفين والمغيبين يدفعون ثمن ضعف وجبن الدولة وعجزها عن حماية المواطنين وتغطية جرائم الميليشيات والعصابات والمافيا. بعد نرجس نذهب إلى وسام الذي كتب: الحرية لمختطفي تشرين، لماذا يرعبونكم؟ هل حملوا السلاح يوما؟ أطلقوا سراح إخوتنا. الآن إلى التغريدة الأخيرة وهي لمنار التي كتبت تقول: الحرية لكل من وقف بوجه الظلم، الحرية لكل من طالب بوطن حر، الحرية للأحرار، الحرية لمختطفي تشرين. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى آخر الفقرات معنا في حلقة هذا اليوم من تواصل.com. ننتقل وإياكم إلى القصص المنوعة، ابقوا معنا. الأذان سيعود إذن إلى مدينة شوشة بعد 30 عاما من الاحتلال الأرميني. أذربيجان تسترجع مدينة شوشة الأذرية وسط احتفالات في الشوارع. Gurur hissiyle beyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır. Biz Şuşaya qayıtmış. Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq. Danışıqlar masası arxasında yox. 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar heç bir nəticəyə bizi yaxınlaşdırmadı. 30 ilə yaxın əzəli tarixi torpaqlarımız işğal altında qaldı. 28 ildən sonra Şuşada. في الفيديو القادم تفاؤل وترقب بعد إعلان شركتي فايزر وبيونتيك عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا كوفيد 19. نتابع. It is a great day for science. It is a great day for humanity. The hopes of billions of people and millions and businesses and hundreds of governments that were felt on our shoulders. Now we can credibly tell them, I think we can see light at the end of the tunnel.
الآن إلى فصل جديد من فصول اضطهاد الروهينجيا، هذه المرة عبر بوابة الانتخابات العامة. مشاهدينا الكرام، بهذا المقطع الذي شاهدناه نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل دوت كوم، وحتى نلتقي على خير لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.